نهار تضرب في لي قالت لي ما عادش تساعدني مانيش حلتها اعانه لهنا. وحسيت اللي انا خايف فهمت، قطعته الاسقاط. جتني يا احمد قالت لي ضحكت عليك وما عندك ما تعمل لي، واي مركز برا له واي مسؤول في تونس برا له. قالت لي انا ما شدتش الحبس راجلي، قلبت 3 مليارات ما شدش الحبس وفصل تركيا ومشي خليه باش يشدوا. انا شبيك ما بالمعارف نتاعي نبعثك ولا تستنش؟ قالت دخلوني المركز ضربوني العوين للزوز هذا في المركز يطبق بك ودخلوني يضربني بيه في وجه. انا نخدم ستاسيون اولمبيك في رادس ويد مليان قنطره نتاع ويد مليان، نخدم في لافاش غادي نخدم ما عرفتي عندي عامين. كي تضربت فيدي وريهم كي ضربت فيدي تسمى ارتاحت توا هي توا هاك ارتاحت. تفضل اخس تسمى ارتاحت ايدي. وقت اللي تضربت طردتني، دخلت نحكي معها قلت لها هزني للسبيطار خلصني في شهريتي تاع جام اسيرونس لازم ما ثماش اسيرونس. نحن 3 من الناس نخدموا ما تصبوش علينا، ثم شكون عنده 6 سنين يخدم معانا وخادم مع راجلها قبل، ثم شكون عنده عام وانا عندي عامين خادم ثماش. تسمع نهار ندخلوا نحكوا معاها على باش تصب علينا سناسيس، تسمع كان نخفض مشكلتي نتاع سناسيس وقت تعرف راجلي كيفاش خلالي مشاكل وا 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 برشا حاجات. نرجعوا نتخدموا على رواحنا كالعاده. ساعات راه وليت نحلوا لافاش 8 نتاع الصباح نسكروا 10 نتاع الليل. شهر رمضان خدموا ليل ونهار انا. المغرب يذن وانا نمسح في البولار نتاع الكرهب. نجي نحكي معاها يا مدام نقولها راه بالرسمي تشوف واش عاملين معاك. الاخرى زدنا في الشهريه. يقول لك لا نهار تضربت فيدي قالت لي ما عادش تساعدني مانيش حلتها اعانه لهنا. ثم كليونت يرحم والديها بالرسمي يرحم والديها ويرحم والديها. هي عاونتني جت طلبتها انا بالتليفون قلت لها يا مدام يجهزني السبيطار كنت اعمل مزيره ايدي ما عادش نجم نحرك. انا شهر بالضبط ما نجمش باش نغسل وجهي نبل ما نشفى ونمسح بها وجهي. قعدت شهر ما نمسش الماء جمله. جت هزتني للسبيطار خذت لي الدواء عملت معايا كان الباهي يرحم والديها بالرسمي بالرسمي بالرسمي. هزتني قالت عملت ليها مشكله. قلت لها كيفاش تهزوا؟ قلت لها كيفاش تهزوا؟ كيفاش تهزوا؟ انا اللي طلبتها باش تهزني للسبيطار ولت لها مشكله. بالرسمي المراه ولت في مشكله على خاطر هزتني للسبيطار على خاطرش عملت الباهي. يعني اي واحد تو يعمل الباهي في تونس يتحاسب. وزدت بعد ذيك مشيت شكيت بها جاء بحضور تفقدية الشغل قال لها يرجع يخدم قالت لها ما يرجعش. وعندي زوج شهود مشاهدوا معايا ومشوا معايا للبلدية يرحم والديهم بالرسمي وشاهدوا بالحقيقة. بعد بريود جتني هي وعاون نتاع بلدية وزوز عاون نتاع من المرك قال لي جوني هزوني طلعوني في الكهرباء معاهم قالوا لي تمشي تعمل لها اسقاط ونحن نضمنوا باش ترجع انت تخدم. قلت لهم انتم تضمنوا؟ قالوا انا نضمنوا. مشيت عملت الاسقاط الاول في البلديه وحسيت اللي انا خايف فهمت، قطعته الاسقاط يعودوا ياخذوا. ليش خايف؟ خايف خاطرش ما مش يرجعوني. قلت لهم الاسقاط خلينا نعمل فيها اي حاجه انا ما نعرفش نقرا المشكله وين ما نعرفش نقرا. قالوا لي انا كاتبين باش نرجعوك في النهار الفلاني في الاسقاط رانا كاتبين تقرا لي فيه هي الاسقاط. قالت لي ها هاكا وش فيه انا باش نرجعك نهار الخميس تخدم في الشهر هذا. قلت لها باهي عملت الاسقاط. بعد ما خذت الاسقاط جتني يا احمد قالت لي ضحكت عليك وما عندك ما تعمل لي واي مركز برا له واي مسؤول في تونس برا له. قالت لي انا ما شدتش الحبس راجلي قلبت 3 مليارات ما شدش الحبس وفصل تركيا ومشي خليه باش يشدوا. انا شبيك ما بالمعارف نتاعي نبعثك ورا السمش قالت ومعاه هذايا العون البلديه ونحب نجبد اسمه مثالش عون البلديه هذا ديما معاها في الكهرباء وديما في اللافاش وغاديك ديما يومين بحذاها راه يومين ديما بحذاه هو وياها. وزادوا خذوه من عندي الاوراق نتاعي وهزوني للمركز نورمالمون يدخلوني للمركز من المركز من قدامي يدخلوني للمركز لا طلعوني في الكهرباء وعندي زوج شهود اللي هم كيفاش ضربوني قدامهم خاطرش هذوما الوحيدات يصلوا الشهود باش يشهدوا معايا برشا عباد. شكون اللي ضربك؟ ضربني في المركز دخلوني للمركز ضربوني العوين للزوز هذم في المركز يطبق بك ودخلوني يضربني بيه في وجهي. وزيد فصل المركز قال لي تعمل التزام باش ما عادش تدور في الجمله. الالتزام ما ندريش عليه فيه
وانا عندي حكايه نتاع جيش وشرشيه عليها، مشيت فضيت مشكلتي، اعطوني بطاقه سراح، اعطوني توصيل، قالوا لي هذا باش كيحبسك الحاكم بطاقه سراح وزاره الدفاع، قالوا لي باش تمد لهم التوصيل هذا حتى تحضر بطاقه سراح في الشهر هذا نهار 23 ولا 22 ولا نهار 20 تحضر اجا هزه وباش نرجع لك كيف نفض مشكلتي. مديت له قلت له راه رشرشيك عادت لي بطاقه تعريف راني فاض فيها مشكلتي، قال لي ما نعرفش بها الورقه هذيك برا طيشها. انا يعني قلت لك اللي تمشي تفرج اش مد لي العون بعد ما ضربوني تفرج اش عطوني. نورمالمون هو يمد لي هكا، يمد لي هذا كيما هذا باش نمشي مثلا نفض مشكلتي ويحبني نعمل نفض مشكلتي، نورمالمون يمد لي توصيل هكا بالطابع. هو تفرج اش مد لي، تفرج اش مد لي، يخنفص في الورقه كيفك وقال لي اسمعني اسمعني برا فض مشكلتك وماذا بيت وجهك ما عادش نحب نشوف نبعثك عادي حتى بخمس سنين، تفرج اش مد لي، نحبكم تشوفوا اش مد لي، فاضل اش مد لي. انا كي شدوني مركز قبل مركز نتاع لاكار بالرسمي ها واش مدوا لي مركز حاجه كي باش تمشي بها تفيها اللي خرجه من من المركز بالرسمي طابة هذه ما فيهاش حتى شيء، خنفس فيها خنفس فيها ومدها لي بالرسمي، معامله ماهيش هي بالكف والضرب والتهديد وبالرسمي. وفي نفس الوقت هم العوين هذم يومين في اللافاش يجوا يغسلوا كرهبهم بليش، يعملوا فيدونج للكرهبة بليش، ويهزوا الزيت بليش، ويهزوا بردويت بليش، يومين بالرسمي غاديك بالرسمي، يومين ظلم بالرسمي ظلم ياس. شنو هي رسالتك انت؟ انا رسالتي نحب القضاء يسمعني، عندي جلسه نهار 11 الشهر الرابع في الشهر باش يدخل هذا الرابع، نحب القضاء يقول لي حقي، راني مظلوم بالرسمي، نحب نوصل صوتي الوحيد بالرسمي، القضاء يقول لي حقي، اي مسؤول في تونس يوقف معايا يقول لي حقي، اي مسؤول في تونس نحبه يوقف معايا يقول لي حقي. مظلوم مظلوم بالرسمي، انا 3 ايام ما رقدتش بالرسمي، 3 ايام انه ما نعرفوش، 3 ايام انه ما نعرفوش، انسان مظلوم وما عنده ما يعمل، ما عنده حتى شيء، الحاجة الوحيدة نطلب من ربي يا خولي حقي والقضاء، أي واحد مسؤول في تونس نحبه يتفرج في الفيديو هذا ويا خولي حقي، بالرسمي راني مظلوم. شو بك تحسك باش تبكي؟ بالرسمي مظلوم، أنا نبكي يومين ليل ونهار باش نبكي. ليل ونهار نبكي بالرسمي، خاطرش تظلمت وما عندي ما نعمل، قالت لي أنا عندي مشروع يدخل في الفلوس، نعمل لك محامي وما نحضرش في المحكمة جملة. قالت لي وحتى المشروع نتاعي ما يخدمش، قالت لي المشروع نتاعي ما يمشيش، خويا مدير معمل الطن، قالت لي نعمل فيك ايش تحب انت، ايش تحب انت، قالت لي بقول معرف اللي عندي نبعثك امك معاك. التهديد يعني انت تحت التهديد بالرسمي، انا رادس ما عادش نمشي ليه. قال لي نشدوك في رادس نقتلوك. وماكش اول واحد قالوا لي نفس العمليه، قال لي قبل عمر اللي مات في الكنار، قال لي يصير لك كيفك هكا وما عندك ما تعمل. هكا بالكلام هذا. بالكلام هذا. ورسم ممكن نورت عيني وريع وشير هذا، لكن نزيد كلمه راه ربي باش يخرج فيا والله. بالرسمي نحب صوتي يوصل انا. اي واحد يتفرج في الفيديو هذا نحبه يبارتاجيه للناس الكل اللي راهو مازال التحايل في تونس. ونطلب من قيس سعيد بالرسمي نحبه يسمع صوتي بالرسمي. نورمالمون مركز يعاون العباد يزيد يضرهم. مركز نورمالمون باش يعاون العباد. باش ياخذ حق اي واحد انسان مظلوم يزيد يضرهم. انا مره نخدم معاها صار صورتها فاهم انا وكليو غاديك تعاركت انا وياه، كي جا الحاكم هزني للمركز خاطرش انا الوقت هذاك نخدم عندها، هزت التليفون قالت لهم سيبوني، يعني ريتها هي في المركز تهز التليفون سيبوه يدخل للمركز يدخل يتوقف. اي موضوع ريت هي تقوله في المركز يمشي راه. هي صحيح واصله وعندها مشروع، يعني كل واحد عنده مشروع في تونس، الخدام اللي يخدم عنده يتظلم، يعني تونس كامله باش تتظلم، شبابنا كله مظلوم راه. شبابنا كل بالرسمي راه مظلوم. علاش نحن نختاروا في الاوروب؟ يعني تونس اعز دوله فيها نشوف فيها بالرسمي، تونس راهي باهيه ياسر. اما المشكله وين مازال ثم شباب قاعد يتظلم ماهوش ياخو في حق بالرسمي، ثم شباب يومين قاعد يتظلم.